نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل للأخبار. مرحبا بكم ومرحبا بك فاطمة. مرحبا بك جوهر. السادات والسادة أهلا بحضراتكم ونستهل النشرة بالعناوين. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدبولي في لندن للمشاركة غدا في مراسم تتويج الملك تشارلز. الأمم المتحدة تدعو الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم. الاتحاد الأوروبي يستبعد رغبة الرئيس الروسي إطلاق مفاوضات سلام مع أوكرانيا ويثمن خطة كييف في مقابل خطة بكين للسلام. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزير قطاع الأعمال العام يؤكد قوة الاقتصاد المصري وصلابته وقدرته على مواجهة الأزمات. مرحبا بكم إلى التفاصيل. وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة. وخلال مشاركته في مراسم التتويج سوف ينقل مدبولي تهنئة الرئيس السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة. وتتجه أنظار العالم إلى بريطانيا التي تشهد غدا مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا في كنيسة ويستمنستر. تجرى استعدادات مكثفة لمراسم الاحتفال وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد. مع بدء العد التنازلي لإقامة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية المقرر في 6 مايو الجاري بكنيسة ويستمنستر، تجري على قدم وساق الاستعدادات المكثفة وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد. الملك تشارلز سيصل إلى ويستمنستر في عربة ملكية أنيقة ومكيفة تسمى ذا دايموند جوبلي ستيت كوتش، على أن يعود إلى قصر باكنغهام في عربة أخرى ملكية عتيقة يصل عمرها لأكثر من 260 عاما تسمى جولد ستيت كوتش. في يوم التتويج سأصطحب الملك إلى كنيسة ويستمنستر ذهابا وإيابا، وسأكون مسؤولا عن التأكد من جميع إجراءات السلامة والتحقق من ترتيبات تجهيز العربات الملكية لأتأكد من أن جميعها تفي بمعايير الأمن والسلامة لإتمام المهمة على أكمل وجه. من بين الاستعدادات أيضا صك عملات معدنية لأول مرة بصورة الملك الجديد احتفالا بتتويجه. قام بتصميم تلك العملات على مدار عدة أشهر الفنان والنحات مارتن جينينغز. قصر باكنغهام أكد على أن حفل التتويج سيكون أكثر الفعاليات التي شهدتها بريطانيا فخامة منذ أكثر من جيل، وسيتوج الملك تشارلز برفقة قرينته كاميلا في كنيسة ويستمنستر أبي في لندن في حدث تاريخي تعود أصوله إلى ما يقرب من 1000 عام، وسيشارك فيه آلاف من أفراد الجيش في موكب يمتد لمسافة ميل عبر وسط لندن. وسيحضر مراسم تتويج الملك تشارلز نحو 2000 مدعو بينهم قادة ورؤساء دول وحكومات وملوك من حول العالم. حفل تتويج تاريخي سيتم تشجيع الجمهور على المشاركة في احتفالاته إلى جانب إقامة حفل بمناسبة التتويج في قلعة وينسر ستضم نجوما عالميين من المسرح والتلفزيون. وتعود آخر مراسم تتويج في بريطانيا للعام 1953 عندما توجت الملكة إليزابيث الثانية ملكة للمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.
مرحبا من جديد. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. وأعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المبادرة لمدة شهرين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة وتحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة وبنسب تخفيض تصل إلى 60% عن مثيلاتها خارج إطار المبادرة في كافة المنافذ والسلاسل المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. ما زلنا مستمرين ومشاركين في مبادرة كلنا واحد اللي ما زالت مستمرة وموفرة كل البضائع الاستراتيجية وبأسعار مخفضة، وفي إقبال كبير من العملاء عليها. والله هي مبادرة ممتازة، وأحسن حاجة إن الأسعار بتاعتها أقل من بره بكتير، وطبعا جودة المنتجات عالية، والحمد لله إن معظم السلع متوفرة خصوصا السلع الأساسية. الأسعار هنا أسعار رخيصة جدا، متوفرة هنا كل السلع. أنا مبسوطة جدا من الأسعار، وده سهل علينا حاجات كتيرة جدا في شراء المنتجات. وتشهد السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة رواجا كبيرا في ظل إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم مستفيدين من التخفيضات، حيث وصل عدد السلاسل المشاركة فيها إلى 28 سلسلة تجارية ب 1211 فرعا تابعا لها على مستوى الجمهورية. المبادرة خلت عندنا إقبال غير عادي على كل منتجاتنا في كل فروعنا. التجربة أثبتت أن المبادرة لها دور فعال جدا في ضبط السوق وضبط الأسواق ورفع العبء عن المواطن البسيط. المبادرة موفرة كل حاجة، الأسعار في متناول الجميع. بصراحة هي حاجة جميلة جدا جدا في غلو طبعا اللي احنا فيه، بس المبادرة موفرة كل حاجة واحنا مرتاحين جدا. انا عن نفسي شخصيا بشتري منها كل حاجة. بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي، وياريت تتمد اكتر واكتر، وانا بستفيد منها واستفدت منها كتير. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. ومع حرص وزارة الداخلية على مد فعاليات المبادرة لتستمر شهرين إضافيين بدءا من نهاية شهر رمضان المبارك، فقد أشاد المواطنون بهذا الدعم المتواصل من الوزارة لهم وبما توفره المبادرة من سلع ذات جودة عالية في المنافذ والمعارض المشاركة فيها، حيث أقامت الوزارة 4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات. طبعا حاجة جميلة جدا ان المبادرة تمدد شهرين اضافيين، دي فرصة كويسة. اللي ما استفادش من المبادرة الاولى لما تمدد شهرين اكيد لفتنا انتباهه اكتر وقدر ان هو يستفيد من السلع المتوفرة باسعار كويسة وبكميات كبيرة. سيادة الرئيس نشكره ان هو مدعنا لمدة شهرين كمان، وريت المبادرة تفضل ممتدة على طول عشان نستفاد بيها، والحمد لله بنيجي نلاقي كل الحاجات موجودة كلها ومفيش اي حاجة ناقصة داخل المكان. في السياق ذاته تستمر مشاركة منظومة امان في المبادرة بتوفير السلع بتخفيضات كبيرة في 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. خطوات كبيرة تخطوها وزارة الداخلية في دعمها للأسر المصرية، لا سيما تحت مظلة مبادرة كلنا واحد وما توفره من احتياجات أساسية ومعروض متنوع من كافة أنواع السلع على مستوى الجمهورية. لو
هكذا تتوفر كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في المنافذ والسلاسل والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. يواصل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية جولاته الميدانية المتواصلة داخل المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي، بالإضافة إلى الموقف الدولي بكركر، فيما تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها لتقديم الخدمات المختلفة بالجودة العالية منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة بدولة السودان الشقيقة. وكلف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بالإشراف الميداني لرؤساء المراكز والمدن بنوبتشيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة في كافة الاتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولي والبري بكركر، مع عدم مغادرة الموقع الموجود فيه كل منهم إلا بعد وصول البديل لتحقيق السيطرة الكاملة على المستجدات أولا بأول. دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي تمزقه الصراع. وفقا للأمم المتحدة، فقد أكبر الصراع في السودان نحو 100,000 على الفرار إلى البلدان المجاورة وعرقل تسليم المساعدات. يتحول الإنسان من درجة مواطن آمن إلى لاجئ يبحث عن المجهول، واقع يكتنفه الغموض يعيشه المواطن السوداني وهو يبحث عن مكان بعيد عن العنف، واقع يقول إن الشعب السوداني هو الخاسر الوحيد من الحرب الدائرة في بلاده. مخاوف من الحرب أجبرت عشرات الآلاف من السكان لمغادرة منطقة الخرطوم والمدن المجاورة لها خشية الضربات الجوية وقوات الدعم السريع. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت الدول السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يمزقه الصراع. مديرة الحماية الدولية بالمفوضية قالت في إفادة في جنيف: ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك. ووفقا للأمم المتحدة، فقد أجبر الصراع في السودان نحو 100,000 على الفرار إلى البلدان المجاورة وعرقل تسليم المساعدات في بلد يعتمد فيه حوالي ثلث السكان بالفعل على المساعدات الإنسانية. تتوقع الأمم المتحدة فرار 800,000 شخص إلى الدول المجاورة
مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى. جدير بالذكر أن القتال دخل أسبوعه الثالث، حيث تدور المعارك بالأساس في العاصمة الخرطوم، وهي واحدة من أكبر المدن في القارة الإفريقية. حث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأطراف المتصارعة في السودان على الالتزام باتفاقيات الهدنة من أجل تسوية الصراع وضمان حماية المدنيين وتنقلهم بأمان ومنع العنف من التأثير بشكل سيء على السودان والبلدان المجاورة. هذا ويسود هدوء حذر معظم المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم في أعقاب انفجارات واشتباكات عنيفة مصاحبة بتحليق للطائرات في سماء العاصمة. تطور جديد للأوضاع في السودان، فبعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع القتال، أعلنت قوات الدعم السريع أنها مددت الهدنة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية، وذلك في وقت يتواصل فيه القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد رغم وجود تهدئة معلنة. قوات الدعم السريع أعلنت تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكنهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة. كما أكدت قوات الدعم السريع قبول وقف إطلاق النار والالتزام به، مرحبة بالمبادرة المحلية والإقليمية والدولية والالتزام الصارم بالهدنة المعلنة، مطالبة الجيش بفعل الأمر نفسه. يأتي هذا التطور بعد انتهاء اليوم الأول من هدنة تستمر 7 أيام أعلن الجيش السوداني الموافقة عليها، علما بأن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا إيجاد هي التي اقترحت الهدنة. وعلى الأرض يتواصل القتال العنيف بين الطرفين، ودوت أصوات القصف والاشتباكات في الخرطوم ومدرمان وبحري المتجاورة. وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن وقف إطلاق النار، فإن الجانبين على ما يبدو يتصارعان على السيطرة على الأراضي في العاصمة الخرطوم قبل محادثات محتملة. وأودى انزلاق السودان فجأة في هوية الحرب بحياة المئات، وتسبب في كارثة إنسانية وفي نزوح جماعي للاجئين إلى الدول المجاورة، وقد يستجلب تدخل قوى خارجية، مما يزيد زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة في الأساس. حذر سكرتير نقابة الأطباء السودانية من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة. وأضافت نقابة الأطباء السودانية أن الأطفال أكثر الفئات تضررا من النزاع بالسودان، مؤكدا ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والأمهات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. نذر مأساة إنسانية جدية تلوح في الأفق، إذ حذرت نقابة الأطباء السودانية من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة للنزاع، وأضافت أن السودان بات على شفا الوصول إلى مجاعة إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية هناك. الأطفال هم أكثر الفئات تضررا، حيث شهد عدد الضحايا من الأطفال والأمهات الحوامل ارتفاعا كبيرا نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. ومما زاد الأمر سوءا عدم وجود ممرات آمنة لإيصال مساعدات طبية إلى المستشفيات، ما أدى إلى تعالي الأصوات بسرعة التحاور من أجل توفير تلك الممرات حتى يتسنى للأطفال تلقي العلاجات اللازمة لهم. حملات تطعيم الأطفال بلقاحات ضد بعض الأمراض باتت متوقفة تماما بسبب النزاع، واللقاحات مهددة بالضرر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل بالبلاد. وتشير آخر الإحصاءات إلى وجود ما يربو على 12,000 حالة إصابة بالفشل الكلوي في السودان، وأن انعدام الأدوية وقلة المعونات تجعلهم أكثر عرضة للوفاة. منظمة اليونيسف بدورها حذرت من الوضع القائم، وقالت إن الأطفال أصبحوا في مرمى النيران، كاشفة عن تقرير يشير إلى مقتل 190 طفلا وإصابة 1700 آخرين منذ اندلاع الصراع. ودعت المنظمة لوقف فوري للعنف من أجل الأطفال، كما دعت للسماح باستيراد الإمدادات الإنسانية والتجارية الأساسية مع تبني حل سياسي طويل الأمد للأزمة. أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات ركاب سفينة على متنها عدد من المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهود المملكة في عمليات إجلاء العالقين في جمهورية السودان.
وأكدت الجوازات السعودية معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع سفارات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى دولهم. يجيء هذا ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعاية الدول الشقيقة والصديقة في إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عملية الإجلاء. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقبت مسيرة أسبوعية في قرية بيت ديدن شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا بالتزامن مع فرض قوات الاحتلال حصارها المستمر على مدينة أريحة لليوم 14 على التوالي. في ظل تصاعد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية فرض حصارها المستمر على مدينة أريحة لليوم 14 على التوالي. ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحة ومخارجها الرئيسية والفرعية، وإيقاف المركبات والشاحنات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب وإعاقة حركة وتنقل المواطنين والبضائع. انتهاكات سلطات الاحتلال في أريحة منذ بداية العام الجاري أسفرت عن 9 شهداء و45 جريحة و137 معتقلة، كما أسفرت عن هدم 12 منزلة وتوجيه إخطارات بالهدم ل55، وذلك في الوقت الذي لا تزال تحتجز فيه جثامين 6 شهداء. وطالت السياسة القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلية محافظتي الخليل والجنين بجنوب وشمال الضفة الغربية، حيث اعتقل 8 فلسطينيين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت مواطن ونجله بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته، كما اعتقلت 2 آخرين من مدينة الخليل ذاتها. وفي جنين التي تعتبر معقل المقاومة الفلسطينية اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتين مختلفتين بعد مداهمة منازل ذويهما، فيما اعتقلت شابا رابعا من مخيم جنين لدى مروره عبر حاجز الحمراء العسكرية. كما اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحمة بجنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ومداهمتها لعدد من المنازل وتفتيشها دون أن تسجل إصابات أو اعتقالات. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه سوف يتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط. وأضاف سوليفان أن الوضع في اليمن سوف يكون جزءا من هذه المناقشات. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عزم بلاده اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة للحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي. يخشى مسؤولون غربيون أن تهدد إيران إذا أصبحت مسلحة نوويا تهدد إسرائيل ومنتج النفط الخليجيين وتشعل سباقا إقليميا على التسلح، بينما تنفي إيران أنها تسعى لامتلاك سلاح نووي. بعد أن شغل القتال الروسي في أوكرانيا والتهديدات الصينية لتايوان حسابات الخصم الأمريكي وحليفه الأوروبي، سنحت الفرصة أمام إيران لالتقاط أنفاسها أمام التهديدات الغربية
بإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. في فبراير الماضي عثر مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران على جزيئات من اليورانيوم تجاوزت درجة تخصيبها 83%، وأشعل الاكتشاف الجديد مخاوف الغرب من استكمال إيران برنامجها الطموح لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ 90% كافية لصنع قنبلة نووية. الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح في موقف لا يحسد عليها، فبعد أن حاولت إدارته الضغط على إيران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الغربية عام 2015، وجهت إدارة بايدن ضغطا عكسيا عبر دعم طهران الغريم الروسية في حربه بأوكرانيا بالطائرات المسيرة إيرانية الصنع. لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أكد عزم بلاده اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. وقال سوليفان أن الولايات المتحدة لا تزال تريد التوصل إلى حل دبلوماسي بخصوص برنامج إيران النووي، لكنها ستتخذ كل ضروري للحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي. كان الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى الصين وروسيا قد وضع حدا لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز نحو 5% مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران. وفرض الاتفاق على إيران قيودا محكمة لتفتيش منشآتها النووية ووضعها تحت المراقبة، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكتف بذلك، فقرر انسحاب الولايات المتحدة بمفردها من الاتفاق وفرض على إيران عقوبات اقتصادية أمريكية. استبعد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وجود رغبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطلاق مفاوضات سلام مع أوكرانيا. وقال بوريل إن الرئيس بوتين لديه أهداف عسكرية فقط وسيواصل قصف أوكرانيا حتى يحققها، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسميه خطة سلام هو اقتراح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال إن الخطة الصينية ليست خطة سلام بل إنها مجموعة من الاعتبارات والتمنيات. وفي المقابل انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إشادة بوريل بخطة كييف للسلام واستخفافه بمبادرة بكين. كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف اليوم عن علم الكرملين عزم مسلحي مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقعها في مدينة بخموت الواقعة شرق أوكرانيا. كان زعيم مجموعة فاغنر قد أعلن أن قواته ستنسحب من مدينة بخموت في 10 من شهر مايو الجاري بسبب نقص الذخيرة، محملا المسؤولية لوزارة الدفاع الروسية. في ظل استمرار القتال في أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على حيين آخرين في باخموت التي تدور فيها معارك منذ نحو 9 أشهر، مؤكدة مواصلة العمليات الهجومية ضد القوات الأوكرانية غربي المدينة. وأوضحت الوزارة في بيان أن خسائر القوات الأوكرانية على محاور باخموت وكراسني ليمان وجنوب دونتسك وخيرسون بلغت المئات. وأضافت الوزارة أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية في منطقة كراسنويا في الضواحي الجنوبية الغربية لباخموت وغريغوريفيكا، وتمت إصابة الوحدات الميكانيكية 60 و93 وكذلك ألوية المشاة الآلية 54 التابعة للقوات الأوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور في منجم قرب باخموت على ترسانة لمختلف أنواع الأسلحة تعود للتشكيلات العسكرية الأوكرانية، وتجرى عملية جرد للأسلحة ومعرفة مدى إمكانية استخدامها من قبل القوات الروسية. وقد عثر على هذه الأسلحة في أحد المناجم القديمة لاستخراج الملح على عمق 150 مترا في باخموت،
وفقا لما ذكرته مصادر روسية. ويذكر أن أحد هذه المناجم كان قد بني في عهد الاتحاد السوفيتي، بحيث أن مستوى حمايته يتحمل حتى استخدام السلاح النووي. وفي السياق المتصل، اتهم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني يرغوجين وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة بأنهم وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة والذي يصل إلى 70%. وتحولت مدينة باخموت الاستراتيجية إلى ساحة لأشرس المعارك وأكثرها دموية، لا سيما أن موسكو تتمسك بالسيطرة عليها، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف سيحدث ثغرة في الدفاعات الأوكرانية ويشكل خطوة في سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، والتي تمثل هدفا رئيسيا للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب في 24 من فبراير العام الماضي. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. الصحة العالمية تعلن أن كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية. الرئيس الصربي يأمر بتعديلات لتجديد قانون حيازة الأسلحة عقب حوادث لإطلاق نار. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم أن كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية. وأشار أدهانوم إلى أن جائحة كوفيد-19 أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح 20 مليون شخص على الأقل، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة، ولم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية. أصدر رئيس الصربي ألكسندر فوتيتش تعليمات إلى وزارة الداخلية في بلاده بإعداد تعديلات على القانون من شأنها تجديد قواعد مراقبة الأسلحة. واعتقلت الشرطة الصربية اليوم مسلحا يشتبه في قتله ل8 أشخاص وإصابة 13 آخرين في بلدة بالقرب من بلغراد. حادث إطلاق نار ثان تشهده صربيا خلال يومين، قتل على إثره 8 أشخاص وأصيب 13 آخرين في بلدة بالقرب من بلغراد. الشرطة الصربية تمكنت من اعتقال المشتبه به في الحادثة، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به كان طرفا في مشادة دارت في ساحة مدرسة، وأنه غادر بعدها لكنه عاد ببندقية ومسدس وظل يطلق النار من سيارة متحركة على أشخاص بشكل عشوائي في 3 قرى. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 48 ساعة من قيام فتى يبلغ من العمر 13 عاما بإطلاق نار في مدرسة في بلغراد قبل أن يسلم نفسه. وأسفرت الحادثة عن مقتل 9 وإصابة 7. وتبدأ صربيا الواقعة في منطقة البلقان حدادا رسميا اليوم يستمر 3 أيام على ضحايا إطلاق النار الأول. وتجمع العشرات من مدرسي المدارس الثانوية أمام وزارة التعليم في وسط بلغراد للمطالبة بتعزيزات في تأمين المدارس ونظام التعليم. وبعد إطلاق النار في المدرسة في بلغراد، فرضت الحكومة الصربية حظرا يستمر لعامين على إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة، فضلا عن مراجعة التصاريح الحالية والنظر في كيفية تخزين أصحاب الأسلحة لأسلحتهم. وتشهد البلاد شأنها شأن بقية دول غرب البلقان انتشارا كبيرا للأسلحة والذخائر العسكرية التي ظلت في أيدي الأفراد بعد حروب التسعينيات. أعلنت سلطات غواتيمالا أنها قامت بإجلاء أكثر من 1000 شخص من سكان 5 قرى مجاورة لبركان فويغو القريب من العاصمة بنحو 35 كيلومترا، والأنشط في أمريكا الوسطى بسبب ثورانه. وبدأ ثوران البركان صباح أمس مع انبعاث سحب من الدخان الكثيف والرماد فوق مزارع وبلدات قريبة من سفح البركان، ما أثار قلقا على سلامة سكانه. وأوضح مركز إدارة الكوارث أن البركان المسمى فويغو يطلق حمما بركانية
ومزيج حار من الغاز والرماد والصخور تنحدر بسرعة كبيرة على جوانب الجبل البركاني. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الأمير داود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية، وأهم ما نتابع فيها: وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت يؤكد على قوة الاقتصاد المصري وصلابته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية، مرجعا ذلك لعدة أسباب من بينها تنوع الموارد الطبيعية والصناعات العديدة القائمة عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس شركة سيناء للمنجنيز، حيث تمت الإشارة إلى أن خطة تطوير الشركة تنطلق من التوسع في الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الإنتاج التعديني. وأشار الوزير إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية من أجل الاستفادة من الكنوز الطبيعية. أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابة خدمات المستثمرين لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات. وأشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أن البوابة تتيح خدمات متنوعة وتعرض الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريا بالمدن الجديدة. أكد وزير التموين والتجارة علي المصلحي أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بالسولار. وذكرت الوزارة أن المواطن سيواصل الحصول على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، مؤكدة أن الدولة ستستمر في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. تشهد متاجر التجزئة في بريطانيا نقصا حادا في السلع نظرا لتغير عادات التسوق مع انحسار تجربة كورونا وظهور طرق جديدة للشراء وارتفاع شديد في كلفة المعيشة. وتشهد لندن ارتفاعا كبيرا في الأسعار أثر بالسلب على رفاهية المواطنين في ظل صعوبات في توفير ضروريات الحياة، خاصة بالنسبة للأسر الأشد فقرا. تشهد متاجر التجزئة في بريطانيا وسط صعوبة تواجهها في التنبؤ بالطلب نظرا لتغير عادات التسوق مع انحسار تجربة كورونا وظهور طرق جديدة للشراء وارتفاع شديد في كلفة المعيشة. مشكلات سلاسل التوريد والإحجام عن إبرام صفقات مع الموردين في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ساهمت أيضا في عدم انتظام عدد من السلع المتنوعة في ظل معدلات تضخمية تشهدها لندن. زيادة أسعار السلع دفعت المستهلكين إلى شراء كميات أقل من مواد البقالة بشكل عام، وربما أصبحوا أكثر حرصا على عدم إهدار الغذاء، وهو ما تسبب في إقبال أصحاب المتاجر على تقليص السلع بمتاجرهم. وتعتبر التغييرات في عادات التسوق نتيجة عمليات إغلاق كورونا ونمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت عاملا أيضا، لكن من الصعب التنبؤ إلى أي مدى سيعود الناس إلى المتاجر في ظل استمرار تغير أنماط الحياة بعد الجائحة. هكذا يرى المحللون. الأزمات الدولية والصراعات والمناخ وتقلب الأسعار عوامل عدة تسببت في نقص السلع وارتفاع أسعارها، خاصة وأن الأزمة الأوكرانية تسببت في مشكلات كبيرة لمنتجي الأغذية الذين اضطروا إلى تعديل سلاسل التوريد لمعالجة النقص في المكونات بسبب شح الحبوب. وتشهد بريطانيا ارتفاعا كبيرا في الأسعار أثر بالسلب على رفاهية المواطنين في ظل صعوبات في توفير ضروريات الحياة، خاصة بالنسبة للأسر الأشد فقرا.
حذر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنه في حال تخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية فإن سوق العمل الأمريكي قد يفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة. وقفة رياضية بعد الفاصل مع زميل أحمد يوسف. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل دفء شمالا حتى جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائل برودة ليلا، ونشاط للرياح شمالا وجه البحري والقاهرة وجنوبا وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة شمالا والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب والبحر الأحمر معتدل. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة. السبت 16-28، الأحد 16-27، الاثنين 15-27، أما عن شرم الشيخ السبت 20-31، الأحد 19-30، والاثنين 20-30، السبت 19-34، الأحد 19-33، والاثنين 33. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 16-28، الإسكندرية 16-23، دمياط 18-26، بورسعيد 17-24، العريش 16-24، رفح 16-23، الإسماعيلية 18-29، السويس 17-28، ترون 15-27، المنصورة 16-27، طنطا 17-27، دمنهور 17-28، سانت كاترين 12-27، الغردقة 20-30، شرم الشيخ 20-31، الفيوم 17-28، المنيا 18-29، أسيوط 17-30، سوهاج 18-32، قنا 19-33، الأقصر 19-34، الوادي الجديد 21-35، أسوان 20-35، حلايب 20-30، شلاتين 20-32، أبرمد 20-29، رأس حدر 20-29. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدبولي في لندن للمشاركة غدا في مراسم تتويج الملك تشارلز. الأمم المتحدة تدعو الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم. الاتحاد الأوروبي يستبعد رغبة الرئيس الروسي إطلاق مفاوضات سلام مع أوكرانيا ويثمن خطة كييف في مقابل خطة بكين للسلام. وللمزيد دائما مسبيرو دوت إيجي. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة وشكرا لك فاطمة. شكرا لك جوهر. شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.